وائل بيوسفي كابنات فوخت بانفيوشن فوخ ما المال فوخ ستار فاند توكومست فمير ستار فاند توكومست اوس. مرحبا بكم متابعي قناة المغاربة ملوك الحلبة. في هذا الفيديو سوف نشاهد أسد من أسود المغاربة، ويتعلق الأمر بالمقاتل المغربي وائل بن يوسف، والذي فاز في نزاله هذا على خصمه ومواطنه نبيل بالضربة الأرقادية، وذلك ضمن بطولة انفيوجن للكيك بوكسين التي أقيمت بمدينة الكمار الهولندية. وقبل مشاهدة هذا النزال الشيق، فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلك كل جديد حول المقاتلين المغاربة وفرجة ممتعة.